بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ربيع بركاوي، أستاذ مدارس ابتدائية متقاعد منذ 2019، مترشح للانتخابات المجالس المحلية عن دائرة فوسانة. برنامج الانتخابي يتمحور حول ما يلي: الفلاح، أقترح حفر مجموعة آبار جوفية لمساعدة الفلاحين في السقي ودرء ما من شأنه أن يطرأ على المائدة المائية التي تضررت من فحول الجفاف. بعث مركز تكوين مهني فلاحي بمعتمدية فوسانة. بعث سوق جملة للخضار والغلال لمساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم. توسعة المسالك الفلاحية لرفع العزلة عن المستغلات الفلاحية. جهر البحيرات الجبلية. الصناعة، الإسراع ببعث منطقة صناعية وجلب المستثمرين وخاصة من أبناء الجهة لخلق نسيج اقتصادي واجتماعي. الصح، اقترح توسعة المستشفى المحلي بفوسانة ودعمه بطب الاختصاص والوسائل والتجهيزات الطبية والأدوية. البيئة، الإسراع بإنجاز محطة طهير للأسف الشديد الفضلات والمياه المستعملة تلقى في وادي الحطب وهذا يشكل خطرا على البيئة. بعث مصب للفضلات. توسعة المسلك المنجز في إطار حماية فوسانة من الفيضانات لأن ثم جزء لم ينجز لحد الساعة. الشباب، هنا سأركز على الشباب. شباب فوسانة محروم ومهمش. أنا سأقترح وسأدافع على أن ننجز له ما من شأنه أن يرضيه. بعث ملاعب في الأحياء للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم. تعشيب الملعب البلدي للأسف الشديد ما زال غير معشب. بعث دار للشباب، وما أدراك دار الشباب. أنا اليوم في تالا فرحان وقت شفت دار الشباب على هذا الشكل، ومبروك إن شاء الله لتالا. أنا نحب الشباب فوسانة دار كفكة على الأقل يصقلوا فيها مواهبهم ويمارسوا فيها الرياضة والأنشطة. وفي النهاية أتوجه بالشكر لأهالينا بعماد فوسانة ودائرة فوسانة، وأرجوهم أن ينتخبوني أنا ربيعي بركاوي رقم واحد، وسأكون عند حسن ظنهم، سأدافع عن مصالحهم وسأعمل جاهدا على إنجاز ما تقدمت به في إطار احترام التمويل المالي العمومية. وشكراً.